سنوات من حكم تنظيم داعش لمدينة الرقة سببت شللا عاما في القطاعات العامة، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر. لم تتعافى المدينة بعد من خسارة قطاعها الصحي وتدمير أغلب المستشفيات فيها، فهي وبحسب السكان ما تزال تواجه أزمة حقيقية في فرض الرقابة الواضحة على كل ما يتبع لهذا القطاع. يعني كل واحد عنده خالة ابن عمه صديقة معرفة، كل يوم تلاقيه حاجز لحاله دورين وثلاث لربع اللي بدهم يجون. فالشي هذا غلط. هاي منظمة جمعية خيرية جاية للكل، مي جاي الناس خاصة أو كذا وغيره. وبالنسبة للغلاء، شغلة الصيدلية شغلة غريبة عجيبة. والله طلع كل شيء غالي، وين مر احنا غالي، دكاترة غالية، أدوية عم نجيبها على الفاضي مغشوشة ما عم نستفاد شيء، وأي محلات غالية وما بحالنا شيء، يعني أبدا حالتنا عدم، وما في رحمة ما في شفاء، كله صرف صرف. بدأت الكوادر الطبية بالعودة إلى المدينة بشكل تدريجي، ولكن المشكلات بدأت تطفو على حياة سكان المدينة، ففوضى عدم تحديد الأسعار للمعاينات الطبية شكلت هامشا كبيرا لاختيار كل طبيب رسوما مناسبة له. غلاء مو طبيعي، يعني في شيء معقول ضمن المعقول ضمن الواقع، مقبولة كذا، أما مو أضعاف مضاعفة. انقطاع المدينة عن محيطها أيضا شكل عبا إضافيا لاستيراد الأدوية بطرق مختلفة، وغلاء أسعارها بشكل لا يتناسب مع الحالة المادية العامة، خصوصا مع غياب الرقابة التامة. يعني ما في يعني لا نظام لا في شيء، يعني كل مين صار هيك يبيع على حاله، كل مين صار يبيع على كيفه، ما في شيء، يعني ما صارت فوضى. مجلس مدينة الرقة بدوره بدأ خطوات فعلية عبر لجنة الصحة لضبط المخالفات الطبية وتوحيد الأسعار وتأمين الفرص البديلة المجانية عبر المنظمات الخيرية. ضمن تعميم صادر عن لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني والمحدد 1500 ليرة للأطباء الأخصائيين و1000 ليرة للطبيب العام. هذه الشكاوي سنقف عليها بشكل دائم ومستمر. لدينا زيارات للعيادات الأخصائية وأخذ آراء المراجعين. Thank you.